هذه المبادرة هذه انطلقت من 2019 تبناها السيد رئيس الحكومة سي عزيز خلوشلوق اللي كان وزير ديال الصين البحري، واستمرت إلى يومنا هذا بهذه النتائج ديالها، وكتم ديما بتنسيق وإشراف ديال وزارة الصيد ديال وزارة الفلاحة والصيد البحري اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكروا السلطات المحلية على المجهودات اللي كدير باش كتأمن لنا نقاط البيع وكتأمن لنا السلامة ديال الناس اللي معنا، وكتوجهنا للمناطق اللي هما كيكونوا فيهم الخصاص. السلطات المحلية كنشكرهم كلهم، وكذلك كنشكروا كل المهنيين اللي ساهموا من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه المبادرة. الهدف منها هو تقريب الأسماك من المواطنين بجودة عالية وأثمنة جد مناسبة. العام اللي فات تمكننا على أننا نديروا 660 نقطة بيع، استفدوا 750 ألف عائلة، وتباعت أكثر من 3000 طن ديال الأسماك المجمدة في هذه المبادرة. هذا العام هذا زدنا بعد المدن وبعد القرى، كنشوفوا هذا العام هذا كاين ولاد برحيل، إنزكان، أيت ملول، ورزازات، بركان، تفراوت، وهذا العام هذا عنده الخصوصية ديال أن درنا قوافل سمكية، بحيث بأن شاحنات ديال التبريد كتحمل الحمولة ديالها وكتسارى بها على جميع النقاط ولجميع الأماكن اللي إحنا كنقولوا بأنها خصها تزود بالأسماك. والظرفية الخاصة اللي جات فيها هذه المبادرة هذا العام هذا هو أنها جات في شهر مارس، وكما كيعرف الجميع بأن شهر مارس هو شهر ديال التقلبات الجوية والاضطرابات الجوية، والبواخر المصطادات ديالها كانت ضعيفة، وهذا الشيء أثر على الأثمنة ديال السوق. ولكن الحمد لله كيبان لنا بأن المبادرة دارت الدور ديالها واستقرت الأثمنة في السوق، وكاين الكميات اللي هي كاينة ديال الأسماك المجمدة هي كافية باش تغطي الأسواق ديال المملكة كلهم، وكاين أكثر من المتطلب اللي كطلب السوق. الأسماك المجمدة هي مجمدة على ظهر البواخر ديال الصيد بأعالي البحار، وكتبقى 24 شهر، سنتين اللي كتقدر تبقى في الاستهلاك ديالها. وحنا هاد الاسماك ديال الغالبيه ديال الاسماك اللي هي موضوعه في السوق هي اسماك الشهر هذه ولا 15 يوم باش تجمدات، يعني كنجيبوها مباشره من المراكب. ممكن ان المستهلك يقدر هاد الاسماك هذه هي خدعات لواحد الطريقه ديال التجميد اللي هي طريقه صناعيه، بحيث انها كتجمد في ناقص 40، يمكن الانسان يحتفظ بها في الثلاجه ديالو في ناقص 18 درجه، وهذا الشيء راه مكتوب على العلب ديال الاسماك.